باشر مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل عبر المنسقية الفرعية بولاية إنيد الشرق بتوزيع المعدات التي تتكون من دراجات نارية وعربات نقل إلى جانب معدات أخرى ذات عائد مادي لمستحقيها، والتي ستساعد التجمعات النسوية على استقلاليتهن اقتصاديا عبر ممارسة الأنشطة المختلفة والمدرة بالدخل كالزراعة الشتوية وغيرها. وفي هذا الشأن ناشد المنسق الفرعي للسويد عمر بحر المستفيدات بالقول: أي مزول شغل أنت أنا ده نسوي سيفي كلام ده لازم تفهمه، وكان أنت ناكو أونو ده قوفما أونو ده أسوسياسون التخدم كله أنا نتابوك نسولوك سيفي نسولوك رينيو بكان عندكم مشاكل تكنيكي ماذا أنا نساعدوكم. كما عبرنا بعض المستفيدات عن شكرهن وحسن استخدام المعدات. ما شاء الله سويت ما قصر معنا، سويت إلى ما جاء في بلد ده مرة وسع دانا نهنا الأوين ده شغل يجي فيه فهم دانينا مرة وين يدورو مصارة زي دو أكتر من كده يدورو. سألك شكرا كثير، شكرا لكم أسايدنا را نانتو شكرا كثير كالو على أسايدك. ما شاء الله ما شاء الله شوات شكرناك ألف مرة ما تهلونا أنينا درجة أنا يبقى فوق. الأمين العام لبلدية أم جرس ومندوب وزارة المرأة وحماية الطفولة بأم جرس دعا المستفيدات إلى الاستفادة القصوى من هذه الأغراض المقدمة لهن بهدف تحمل مسؤوليتهن من الناحية الاقتصادية وضمان الرفاهية الاجتماعية.